بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم أعزائي وبناتي طلاب الصف الخامس مع حلقة جديدة من حلقات مقرر الفترة الدراسية الأولى. سنتناول اليوم في هذه الحلقة المعيار 3-1-2 وندرس ضمنه مهارة التنوين وأنواعه. دعونا نتعرف بداية عن المقصود بالتنوين. ما هو؟ ماذا نقصد بالتنوين؟ هو كتابة الحركة على الحرف الأخير من الاسم، كنكرر الحركة مرتين فوق الحرف الأخير، كبو تصبح بن، نكرر الضمة مرتين، بي تصبح بن أيضا نكررها مرتين، وكذلك بالفتح ب تصبح بن. الآن كيف ننطق هذا التنوين؟ ينطق في آخر الكلمة نونا ساكنة، وهذه النون تنطق ولا تكتب، فقط تنطق النون دون كتابة. الكتابة تكون بتكرار الحركة مرتين، كتاب، لاحظ كتاب كتبتها بضمتين، هذه الكتابة الصحيحة. أما كتاب مع النون فتلك كتابة خاطئة. الآن ما الفرق بين النون في آخر الكلمة ونون التنوين التي نسمعها؟ النون هي حرف من أصل الكلمة، وإذا حذفت فإنها تتغير الكلمة وتصبح الكلمة ناقصة. مثلا من، إذا حذفت النون كيف تصبح من؟ هذه كلمة ليست ذات معنى أو حرف ليس له معنى. حصان، إذا حذفت النون حصا، أيضا كلمة ناقصة ليست ذات معنى، لذلك فإن النون في كلمة حصان ومن هي نون أصلية. أما نون التنوين إذا حذفنا النون التي نطقناها فإن الكلمة لا تتغير. لاحظ معي ولد، أنت سمعت حرف النون، هي التنوين طبعا، احذف هذه النون ولد، كلمة ذات معنى، كلمة صحيحة. بيت، سمعت النون احذفها، بيت أيضا هي كلمة صحيحة، لذلك هذه ما نسميها أحيانا بالنون الكاذبة. و النون الأخرى تلك التي قلنا عنها قبل قليل هي النون الأصلية. الآن كيف ننون الاسم المعرف بأل؟ إذا جاءني اسم معرف بأل ككلمة البيت كيف أنونها؟ بداية يجب أن تعلم عزيزي الطالب أنه لا يمكن أن تلتقي أل التعريف في الاسم مع التنوين. فإذا أردنا تنوين الاسم المعرف بأل يجب حذفها كي نستطيع تنوين الكلمة. يعني في كلمة البيت، لاحظ إذا أردت أن أنونها أحذف ال من أولها وأدخل التنوين على آخرها فتصبح بيت. أما البيت فهذه كلمة خاطئة ولا تجوز في اللغة العربية. ننتقل الآن إلى أنواع التنوين. أنواع التنوين هي حسب الحركات، يعني عندي الحركات فتحة وضمة وكسرة، وأنواع التنوين هي تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر. دعونا نبدأ بتنوين الضم. ما هو تنوين الضم؟ هو أن نضيف ضمة ثانية على الحرف الأخير المضموم من الاسم لتصبح ضمتين، ككلمة بيت تصبح بيت مع ضمتين في آخرها. وتنوين الكسر هو أن نضيف كسرة ثانية على الحرف الأخير من الاسم المكسور لتصبح كسرتين، بيت كيف تصبح؟ بيت. أحسنتم، بارك الله بكم. ننتقل الآن ثالثا إلى تنوين الفتح. تنوين الفتح هو أن نضيف بعد الحرف المفتوح في آخر الكلمة ألفا ونكتب فوقها فتحتين فيرسم هكذا ألف وعليها فتحتان فوقها، ممتاز. لاحظ بيت بالفتح، مع تنوين الفتح أضيف بعد التاء ألفا وأضع فوقها فتحتان فتصبح بيتا، ممتاز. الآن إذن دائما عزيزي الطالب يجب أن تعلم أن في تنوين الفتح يجب أن نأتي بألف وفوقها نرسم الفتحتين. أما
أحيانا وفي أربع حالات نراها أمامنا الآن ننون الاسم تنوين الفتح دون زيادة ألف. متى يكون ذلك؟ يأتينا دون زيادة ألف؟ قالوا بداية الكلمة المنتهية بتاء مربوطة، أي كلمة تنتهي بتاء مربوطة فإننا نرسم تنوين الفتح فوق التاء ولا نضع ألفا ولا نضيف ألفا، من مثل كلمة مثلا مدرسة، كرة، أحسنتم. ثانيا في الكلمة المنتهية بألف مد وبعدها همزة على السطر ككلمة سماء، إذا أردت أن أنونها فتصبح سماء، لا آتي بألف بل أرسم تنوين الفتح فوق الهمزة التي على السطر. وثالثا الكلمة المنتهية بألف عليها همزة، من مثل كلمة نبأ، لاحظ نبأ انتهت بألف فوقها همزة، وملجأ انتهت بألف فوقها همزة، لذلك أرسم التنوين فوق تلك الألف ولا آتي بألف جديدة لأرسم فوقها التنوين. رابعا الكلمة المنتهية بألف مقصورة ككلمة هدى، لاحظ أضع تنوين الفتح فوق الحرف قبل تلك الألف تصبح هدى. مستشفى كيف تصبح؟ مستشفى. بارك الله بكم. الآن دعونا نطبق على ما أخذناه فيما سبق. سؤال الأول، ضع خطا تحت الكلمات المنونة فيما يأتي. عندي كلمات أريد أن أضع خطا تحت الكلمة المنونة، بيت، فريق، مدرسة، قلما، كتابة، هدية، طبيب، حديقة، أي كلمات؟ هيا هيا بالورقة والقلم، بقلمك يا عزيزي الطالب ضع خطا تحت الكلمة المنونة. أحسنتم، بيت، ممتاز، فريق، ممتاز، مدرسة، لا هنا لا أكرر، لم أكرر الحركة لذلك هذه ليست منونة، قلما، أحسنتم، كتابة، لا، هدية، ممتاز، منونة بالفتح، طبيب، أحسنتم، منونة بالضم، حديقة، هل هناك ضمتين؟ لا ليس هناك ضمتين لذلك هذه ليست منونة. ننتقل إلى سؤال آخر، نون الكلمات الآتية وفق الجدول. الكلمة جمعية أريد أن أكتبها مرة بتنوين الضم وأخرى بالكسر وثالثة بالفتح. جمعية مع الضم تصبح جمعية، أحسنتم، نرسم ضمتين فوق التاء، أحسنتم، وجمعية مع الكسر جمعية، ممتاز، مع الفتح جمعية تن، هل أحتاج إلى ألف؟ لا طبعا لأنها انتهت بتاء مربوطة. سماء بتنوين الضم، سماء بالكسر، أحسنتم، سماء، أرسم كسرتين في آخرها، وبتنوين الفتح سماء، هل تحتاج إلى ألف؟ طبعا لا تحتاج لأنها انتهت بألف وبعدها همزة على السطر. كلمة كتاب، يلا هيا كيف تنون بالضم؟ كتاب، ممتاز، بالكسر كتاب، أحسنتم، بالفتح كتابا، ممتاز، هل تحتاج إلى ألف أم لا؟ طبعا تحتاج لأنها لم تنتهي بالشروط التي قلناها قبل قليل بتاء مربوطة أو بألف عليها همزة أو بألف فوقها همزة أو بألف مقصورة. كلمة شيء، هيا كيف ننونها بالضم؟ شيء، نرسم ضمتين فوق الهمزة في آخرها، وننونها بالكسر شيء، كسرتين في آخرها، أحسنتم، وننونها بالفتح، أحسنتم، شيئا، نرسم ألفا ونضع فوقها التنوين ونصلها طبعا مع الهمزة قبلها. بارك الله بكم. سؤال ثالث، ضع تنوين الفتح في آخر الكلمات الآتية وغير ما يلزم. المريض، أريد أن أنونها بالفتح، كيف تصبح؟ هيا تذكر معي كلمة بدأت بأل، أحسنتم، نحذف أل من أولها ونضيف تنوين الفتح في آخرها، هل تنوين الفتح هنا يحتاج إلى ألف أم لا؟ يحتاج إلى ألف أم لا؟
أحسنتم، يحتاج إلى ألف التنوين فتصبح مريضا. الكلمة الثانية الدعاء، هيا نحذف أل من أولها، ممتاز. بعد ذلك نرسم فتحتين في آخرها فتصبح دعاء. تحتاج ألف؟ لا طبعا، لأنها انتهت بألف وهمزة. الهدوء كيف ننونها؟ أحسنتم، نحذف أل من أولها، ممتاز، تصبح هدوء. هل تحتاج إلى ألف تنوين أم لا؟ طبعا تحتاج، رغم أنها قد انتهت بهمزة، ولكن هذه الهمزة التي على السطر ليس قبلها ألف. ممتاز، مبارك الله بكم. سؤال آخر، صوب الخطأ في رسم الكلمات الآتية. عندي كلمة مبدأ منونة بالفتح وأتوا بعدها بألف عليها التنوين، هل هذه الكلمة صحيحة أم لا؟ قطعا لا، أحسنتم. كيف يجب أن ترسم؟ لأنها انتهت بألف عليها همزة. أحسنتم، نضع تنوين الفتح فوق الألف التي عليها همزة ونحذف تلك الألف التي جيء بها من أجل التنوين. ممتاز، تصبح مبدأ التنوين فوق الألف. ثابت رسمت مع نون، هل هذه كتابة صحيحة؟ طبعا لا، أحسنتم، بارك الله بكم. ثابت، نحذف النون تصبح ثابت، كلمة صحيحة. إذن هذه نون زائدة، هي نون التنوين فتصبح ثابت دون نون مع ضمتين في آخرها. دعاء رسموها مع ألف للتنوين في آخرها، هل هذه صحيحة؟ قطعا لا، لأنها انتهت بألف وهمزة على السطر، لذلك نرسم تنوين الفتح فوق الهمزة دون ألف. الكلمة الأخيرة جنة رسمت مع ألف تنوين. هنا نرى في هذه الكلمة جنة، هل هذه التاء تاء مفتوحة أم مربوطة؟ جنة هي تاء مربوطة، كيف هنا حدثت؟ كيف رسمت هكذا؟ إذن هذا رسم خاطئ، ماذا نفعل؟ نكتب جنة بالتاء المربوطة. الآن إذا انتهت الكلمة بتاء مربوطة، هل تنوين الفتح يحتاج إلى عصا؟ طبعا لا يحتاج، أحسنتم، إذن تصبح جنة، نرسم التاء المربوطة وفتحتين فوق التاء. الآن ننتقل إلى الممارسة ونجيب عن السؤال الأول منها، ضع في الفراغ كلمة منونة حسب ما هو المطلوب. الجملة الأولى، لعب الفريق فراغ مهمة، كلمة منونة بتنوين الفتح، ماذا نضع؟ أي كلمة؟ لعب الفريق مباراة، أحسنتم، مباراة مهمة، ممتاز. الجملة الثانية، قدم فراغ مساعدات للفقراء، منونة بتنوين الضم، من يعطيني كلمة منونة بتنوين الضم؟ قدم الرجل، لا، الرجل فيها أل، لا تجوز. هيا من يعطيني كلمة أخرى؟ قدم محمد، أحسنتم، قدم محمد مساعدات للفقراء. الجملة الثالثة، كتبت الواجب فراغ بفراغ جديد، نريد كلمة منونة بتنوين الكسر، ماذا؟ كتبت الواجب ب، أحسنتم، قلم جديد، بارك الله بكم. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني من أسئلة الممارسة، ضع خطا تحت الكلمة التي رسمت رسما هجائيا صحيحا، نريد أن نختار الكلمة التي رسمت أو كتبت بشكل صحيح. جمعية، هل هذه كلمة صحيحة؟ هل النون هذه أصلية؟ جمعية، لا، هذه نون زائد، نون هي نون التنوين، لذلك هذه رسمت بشكل خاطئ. هدية، أحسنتم، هذه رسمت رسما صحيحا. مسعا، مسعا، لاحظ بما انتهت، هذه كلمة تنتهي بألف مقصورة، أحسنتم، هذه كتابة خاطئة. مقهى، أحسنتم، هذه كلمة صحيحة لأن انتهت بألف مقصورة ورسم التنوين الفتح فوق الحرف الذي قبل الألف المقصورة. بيت، بيت، هل هذه كلمة صحيحة؟ نعم، أحسنتم، كلمة صحيحة. فراشة، رسمت مع تاء مع ألف، لا، هذه رسمت رسما خاطئا. هواء، أحسنتم، رسمت رسما صحيحا. جزء أو جزءا،
هل هذه الكلمة رسمت بشكل صحيح؟ لا، تنوين فتح هنا يحتاج ماذا؟ يحتاج عصا، وهنا جاءت بدون ألف التنوين، لذلك هذه مكتوبة بشكل خاطئ. ملجأ، أحسنتم، كتب تنوين الفتح فوق الألف. هادئا، كيف رسمت؟ هذه رسمت بشكل خاطئ، لأن أحسنتم تحتاج إلى ألف بعدها. ممتاز، وبارك الله بكم. وأخيرا في هذه الحلقة عزيزي الطالب، نكون قد تعرفنا على أنواع التنوين الضم والفتح والكسر، وعرفنا أن التنوين الفتحي يحتاج دائما إلى ألف في آخره إلا في أربعة مواضع لا تنساها قد وردت في الحلقة. وأخيرا أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.